مش غريب أن يكون واحد من أكثر أولاد النجوم شهرة، فوالده نجم عالمي بكرة القدم، ووالدته كانت مغنية وحاليا هي مصممة أزياء. اختار أنه يمشي على خطاهم، فبدأ مشواره كموديل بعمر 15 سنة، وحاليا بيلعب بفريق نادي أرسنال الإنجليزي للناشئين. هذا طبعا غير اهتمامه بالتصوير. بروكلين بيكام هو ضيفنا الليلة بستار تراك. على إنستغرام عنده أكثر من 9 مليون فولوورز، وعامل فولو ل 144 شخص. فآخر صورة نزلها كانت صورته وهو طفل مع والده ديفيد بيكام وعلق بقلبين، وحصلت الصورة على أكثر من 197 ألف لايك. وأيضا نشر لي صورة بالأبيض والأسود وهو لابس فردتين شوز مختلفين، وأيضا نشر صورة وهو بالجيم وحصلت على أكثر من 259 ألف لايك في أقل من يوم. على تويتر بيتابعه أكثر من 360 ألف شخص، وهو بيتابع 26 فقط. آخر بوست نزله كان ب 23 يناير الماضي لجولدن تيكت، اللي رح يفوز بيها رح يقضي بعض الوقت معه، ورح يحصل على نسخة خاصة من كتابه وطيسي ممضية منه. أما على فيسبوك فالأوفيشال بيج الخاصة فيه بيتابعها أكثر من 16800 شخص، واضح أنه مش أكتف عليها. فآخر صورة نزلها كانت ب 14 يوليو 2016 لأخوه روميو ووالدته فيكتوريا، وقبلها نزل صورة مع أخوه كروز.